مساء الخير، مساء المونديال، مرحبا بكم في ساعة جديدة من ساعات المونديال على ميدي ان تي في. إذن أسدل الستار على منافسات الدور الثمن النهائي لمونديال البرازيل بالتعرف عن آخر منتخبين التحق بركب الدور الربع النهائي، ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتين حاملة لقب مرتين وبلجيكا الحصان الأسود لهذا المونديال. الأرجنتين اجتهدت وتعبت من أجل الحصول على ورقة التأهل أمام منتخب سويسري، يعني فجأ الجميع بالقتالية والاستماتة ديالو. احتاجت الأرجنتين مرة أخرى لومضة من ومضات النجم ليونيل ميسي لفك لغز دفاع سويسرا على بعد دقيقتين فقط من نهاية الشوط الإضافي الثاني. الشوطين الإضافيين اللي لهم كذلك كل من المنتخبين البلجيكي والأمريكي في موقعة حقيقية آلت في نهاية المطاف للشياطين الحمر بهدفين لواحد، مع تألق للاعب دي بروين لاعب فولسبورغ من ناحية بلجيكا والحارس تيم هاوارد فيما يخص المنتخب الأمريكي. في الحلقة ديال اليوم غادي نرجعوا أيضا للقضية اللي يعني هزت أركان الجامعة الكاميرونية لكرة القدم والمتمثلة يعني في اتهام بعض الاتهامات ديال احتيال بعض اللاعبين والتلاعب ديالهم ببعض نتائج مباريات المنتخب في المونديال، خصوصا لقاء كرواتيا الجامعة الكاميرونية اللي فتحت تحقيق في الموضوع. قبل ما ندخلوا مشاهدينا الكرام في التفاصيل، هذه أبرز عناوين العدد 21 من ساعتكم ساعة المونديال. الأرجنتين تنتزع انتصار صعب وتتأهل للدور الربع النهائي أمام منتخب سويسري مشاكس، هدف في الأنفاس الأخيرة لدي ماريا بعد عمل جيد لليونيل ميسي يمنح الألبي سيليستي بطاقة الترشح في لقاء لم يقنع خلاله عشاقه وجمهوره. بلجيكا في المقابل تزكي كل التخمينات الموضوعة فيها وتنتزع بطاقة التأهل بفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين لواحد بعد اللجوء للشوطين الإضافيين. منتخب الشياطين الخضر يعود للمشاركة في دور الربع لأول مرة منذ مونديال المكسيك 86. الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يحقق في مزاعم تقول بأن 7 لاعبين تورطوا في التلاعب بنتيجة مباراة في كأس العالم، وذلك بعد ادعاءات التي وصفت بأنها احتيال في الخسارة أمام كرواتيا. وجاءت المزاعم ضد الكاميرون من أحد المحتالين توقع على نحو صحيح نتيجة المباراة وطرد لاعب في الشوط الأول. وللحديث عن كل هذه المواضيع يحضر معنا من جديد اللاعب الدولي السابق ميري كريمو. مرحبا بك من جديد ميري. بونسوار يا محمد، بيان سور سي فواد، بيان سور بليزير دو سو روتروفي انكور اون دوزيام فوا افيك كوم تي دي بوكو دو سوربريز سورتو سور سيت كوب دو موند كي بور موا ايلي بلو بيل باسكو يا بوكو دو بوت يا بوكو دو سوربريز اي سورتو لي برولونغاسيون يا بوكو دو بيي كي زونت الي تري تري لوان. نعم، هذه ربما من السابقات في 8 ديال المباريات ديال هذه الثمانيه، خمسة مشاو لي يعني الأشواط الإضافية، يبين يعني عندك التباري والتقارب كذلك المستويات. وعن نرجعوا بطبيعة الحال للحديث حول هاد النقاط كاع كلها. اليوم معنا كذلك زميلي ونفس اللون معي اليوم سي محمد السباعي، مرحبا بك. مرحبا بك جلال، مرحبا فؤاد، مرحبا بوجود النجم كابتن كريم ومعنا مستمر اليوم الثاني على التوالي. يعني اليوم محمد السباعي بما انك معي في نفس الفريق يمكنك تاكد من واحد الحاجه، راك ما عاد تاخذش بطاقه صفراء. انا خلال فؤاد النهارده وانا كنهضروا معنا فؤاد الحداوي. فؤاد مرحبا. مرحبا بك. لا ما تخافش سي محمد، دايرين عقلنا البرنامج منذ يعني توزيع البطاقات الصفراء منذ الايام الاولى، ف يعني لا قالك متوصي بيا من ضبطين. لا صراحه زعما نقصت حده الاحتجاجات وحده كذلك البطائق منذ نهايه الدور الاول. الاحتجاجات من مصر. لا الاحتجاجات اللي بتجي لك من مصر. لا هي بحال المونديال، يعني حتى الاخطاء التحكيميه قللت شويه، يعني كانت كثيره في اللقاءات الاولى وفي المباراه الاخيره، يعني الحكام داروا قالوا
شويه. الحكام اللي داروا عقلهم والحكام ورجعوا لهذا النقطه، ونحيي مره اخرى يعني تحكيم ديال الجزائري حيمودي بمساعده المغربي عشيق في هذا اللقاء اللي كان صعيب، لقاء اليوم ديال الولايات المتحده الامريكيه ضد منتخب بلجيكا. باش تشاركوا في النقاشات ديالنا يمكن لكم تطرحوا الاسئله ديالكم عبر صفحه الفيسبوك لبرنامج الماتش، كذلك عبر البريد الالكتروني المونديال @mediantv.com. كما يمكن لكم تشاركوا معنا بالرسائل القصيره اس ام اس على الرقم 58 50. قمه المتعه والاثاره، يعني يمكننا كنقولوا هذا الكلام كل يوم في ساعه المونديال. هذا مونديال المتعه، مونديال التشويق، مونديال الاهداف، مونديال الحراس، مونديال الجمهور، مونديال البرازيل. يعني بكلمه واحده مونديال البرازيل لحد الساعة هو في الموعد، رغم ثم كل التخوفات. كنا كنقولوا ربما النجوم يوصلوا يعني يكونوا تعبانين عيانين، قلنا ربما الملاعب ما يكونوش، لكن كنشوفوا لحد الساعة هناك إجماع أحسن كأس عالم في التاريخ. كنظن بيان سور حنا اون كونتخي اون اتورو، علاش؟ باسكو كنا كنتكلموا بزاف على البرازيل، لي تيراي سون با فينين، المشاكل الحمد لله جوسكا مانون جو كخوا كو البوبليك إلي ريبوندي بريزون، كاين الحمد لله قال أي ملعب كانت تقريبا يافي دو موند، كانوا الناس وكانت الفرجه. نعم. الفرجه دي با لي غون ماتش كنديرو في البريمي تور، ولكن كمان كان دي ماتش قتاليين كمان، وشفنا في البريمي تور كان 130 بيت اللي تسجلات. سافا دير كو الفوتبول اوفونسيف كان في هذه الكره، ما كانش الفوتبول ديفونسيف، او كونترير كنظن هذا لا كوب دي موند سي الفوتبول دلاتاك، لان الفروق كتسجل كثير من الاصابات. سافا دير كو لو ترافاي دي زونتينور اي بازي سور لاتاك سور لو فو اي اون لا في جوسكا aujourd'hui, surtout le premier tour. Là, pour moi, c'est pas surprenant. C'est le football qu'on voit aussi en Europe. Parce que les joueurs que tu vois, qu'ils jouent bien sûr en Europe. الفرق الغريب اسمح لي قطعتك سي كريمو، انه كان ايضا كما قال جلال يعني مونديال الحراس، يعني لولا تالق الحراس ربما كنا نشوفوا اهداف اكثر، يعني كنا نشوف ضعف الاهداف اللي تسجل. كنقولوا الحراس سي دي كرون كارديان اللي شفنا الان، اللي عطاو دي فوا عطاو لي فيكتوار للفرق ديالهم. اون برون لو كا ديال البرازيل، الى دوني لا فيكتوار كامل البرازيل، لانه ما كانش لولا قول لي زاري ديال سيزار كره البرازيل صافي خرجت. ولكن كنظن بان حتى الحراس الان تقولوا في الفوتبول موديرن راه في المستوى سي دي غارديان لو جو لو غارديان ديال الالمان كيلعب الا برجليه، ما كيلعب كاع بيديه. جوستومون سي ان جوار دو شون، الوغ سا ايفولي لو ترافاي دايور دي غارديان، حتى هو في العمل ديالهم. دابا اون ان كوتش كي اونتخيل لي غارديان، سي ان ميتي، سي ان حرفه هذه. باش يلعبوا يعني بالارجل ديالهم كما تكلمنا على هذه النقطه بالامس. اليوم ميرسي بور لا ترانزيسيون سي كريمو، غنبداو الحديث ديالنا باللقاء اللي انتهى في تمام الساعه العاشره والنصف، واللي جمع ما بين المنتخب الامريكي ومنتخب بلجيكا. يعني قمه في التشويق، والحارس تيم هاورد ديال الفريق الامريكي حطم رقم اليوم، عمل تصدر 15 كره وهو رقم قياسي في الكاس العالم، يعني كان هذا الرقم مونديال 66 بانجلترا. وكانه زي ما فيها جلال سباق الهدافين والنجوم وكذا، في سباق الحراس، يعني انت كل يوم تشوف ظاهره جديده في حراسه المرمى، تسيب اول يوم خوليو سيزر تروح على نافاس كوستاريكا ودوره الكبير، حتى كارنيزيس الحارس اليوناني لم يكن سيء. تيجي بعد كده بالظبط، تيجي بعد كده فينسنت انياما رغم الخطا، طبعا بنقر انه كان في خطا لكنه عامل بطوله كبيره جدا. تسيب ده تلاقي اوسبينا الكولومبي، تروح على رايس مبولحي ونوير. امبارح كان في مباراه، الجميل في مباراه الجزائر والمانيا امبارح كان في مباراه على مستوى الحراس، مين حارس يطلع يلعب 21 هجمه خطره؟ ده عمل ريكورد 21 كور من اصل 59 يا جلال راحوا عليه. نعم. في 21 يا فؤاد بره المنطقه. نعم. ده حدث يعني بالامس ريكور. يا محمد واليوم ريكور، واحنا كنتكلموا الان غير على حراس المرمى. وانت مبسوط طبعا ان احنا بنتكلم على الحراس. لا ماشي كثير كنشوف ان الحراس المرمى ديما كانوا مغبونين، يعني في كره القدم الحارس للاسف مغبون، لان كنبقاو نتبعوا النجوم كيسجلوا اهداف، كنتبعوا ميسي، كنتبعوا رونالدو، كنتبعوا اوزيل
جيل كنتبعوا نجوم كرة القدم العالمية، ولكن كنغبنوا يعني الحراس والدور اللي كيقوموا به. يعني بالنسبة حتى بالنسبة للقارة الأوروبية كنشوفوا أن منذ الحارس داسايف ما كانش حارس اللي فاز بالكرة الذهبية على المستوى الأوروبي، وشفنا حراس اللي دازوا في القارة الأوروبية على مر يعني 20 سنة الأخيرة، يعني برودوم، يعني عديد من الحراس، زوف، شوماخر. يعني دابا هي البروبليم باس معلي سي فؤاد، مانو هي سي دي كرون ترونسفير. دابا لي غارديان افون ما كانش لي كرون ترونسفير بحال لي ديفونسور، مانو ان غارديان دو بوت إلي شير. باش تجيب ان غارديان دو بوت خاصك تخلص بزاف ديال الفلوس، لان مانو تا هما داخلين في لو جو، سي با كوم افون. لا غير على الكرة الذهبية، لكن انا مثلا شخصيا كنت كنتمنى انه في يوم من الايام كان كاسياس يحرز كرة ذهبية في يوم من الايام بالمشوار اللي قدموا مع المنتخب الاسباني والالقاب اللي يحرز عليها، سواء مع الريال او سواء مع المنتخب الاسباني. لكن الحارس كيبقى دائما ديك الحلقه الضعيفه في الفرق وفي المنتخبات، مع العلم انه ربما كما كنقولوا نصف الفريق، وان بدونه النجوم اللي كيسجلوا اهداف ما يكونوش نجوم. وده في ظل مهم جدا كمان يا جلال، ما اعرفش هتوافقوني عليه ولا لا، ان الخطط الهجوميه برضو موجوده بتركيز عالي، لانك لما تلاقي الحارس بيطلع يا كابتن بيصد هذا الكم من الصدات، ده معناه ان في لعب على الجول كتير، وفي في حاله تالق عاليه مش مختلف، لكن ده معناه فؤاد ان في عمل هجومي وعمل خططي وتكتيك مدربين واوراق بديله بتنزل تغير سير المباريات، وده كله الحقيقه بيصب في صالح كره القدم. يعني الشيء الجميل انك من اجل المتعه والفرجه انت قاعد النهارده تتفرج على بلجيكا وامريكا، مش عارف المباراه رايحه فين وجايه منين، بعد 2-0 قلت اتحسمت لقيت امريكا بتجيب جول تاني، المباراه عماله فيها شد وجذب. وده الجميل زي ما انت قلت يا جلال، من اصل 8 مباريات 5 انتهوا بوقت اضافي، فيهم امتد ركلات الترجيح زي كوستاريكا واليونان وزي البرازيل وتشيلي، وفيهم اللي خلص في الوقت الاضافي. احنا بنحيي الحقيقه كل الفرق، بنحيي مونديال برازيلي الحقيقه رائع، اعاد لنا المتعه والفرجه الجميله. يعني محمد غير باش نبقاو في هذه القضيه ديال الحارس المرمى تيم هوارد، وحنا كنشوفوا يعني الصوره ديالو، قريت اليوم مقال حول المسيره ديال تيم هوارد، هو مصاب باعاقه السندروم دو تورتين دو تورين، مصاب باعاقه اللي ربما ولحد الساعه مازال مصاب بهذا المشكل اللي عنده نفسي، والاعاقه ديال السندروم دو تورين هو كيبدا يخرج شي كلام من فمه هو بدون ان نعم بدون وعي، ورغم ذلك يعتبر اليوم من احسن حراس بطوله افريقيا ونموذج وفي الولايات المتحده في كاس العالم وفي فريق في البطوله الانجليزيه بغيت نقول، وكيتعتبر وجميع يعني في الولايات المتحده كيتاخذوه كنموذج لرياضي ديال لو نيفو مصاب باعاقه اللي كتعتبر صعيبه، وكيتمكن بانه يمارس في اعلى مستوى. ده شيء رائع طبعا يحسب لتيم هوارد، وانا فاكر تجربته مع المان يونايتد حتى وان ما كانتش طويله، لكنه برضه كان ليه دور في ايفرتون، اصبح علامه كبيره. خلي بالك هو خد من حارس كبير هو براد فريدل، براد فريدل كان حارس عظيم، ويبدو ان امريكا برضه بتهتم دلوقتي فيها مدرسه. يمكن كان جمعني الحوار بالكابتن زكي عبد الفتاح مدرب العام للمنتخب مع باب برادلي هناك في امريكا، كابتن المدرب المصري، وقال لي ان فعلا في اهتمام هناك، بقت في مدارس بتفرخ حراس، وبقى في اهتمام في هذا المنحى بالذات بالشكل اللي دلوقتي بقيت بتشوف جول امريكاني على مستوى عالي جدا. بنحيي تيم هوارد الحقيقه، لانه تحدى زي ما انت قلت ظرف صعب زي كده، دي امر مش سهل جدا انه يبقى عنده الاهليه ويقدر يلعب والكلام ده كله، وقادر على الزود عن مرماه بالشكل ده، وقادر على التركيز والانتباه، لان المشكله النفسيه دي ممكن تلغي تركيزك وانتباه، فده تحدي من جواه، وده اللي يحسب ليه الريكورد اللي عمله النهارده الحقيقه. نعم. المباراه برز فيها الحارس، ولا برز هذا الحارس تيم هوارد، لان اخيرا فؤاد اخيرا شفنا المنتخب البلجيكي. نعم. اخيرا لان النتيجه بجانب وانا مرشح الاثنين. لا حقيقه كما ذكرت اخيرا بورفين الاسباني، يعني اخيرا لان كنا كنعولوا كثير على هذا المنتخب والعطاء اللاعبين المهاره اللي كيتوفر عليهم، وقلنا انه الحصان الاسود. لماذا؟ لانه جاء من الاقصائيات بشكل قوي، خرج من رحم المعاناه ومن دائره الظل اللي دخلها منذ اكثر من 12 سنه، منذ
مونديال 2004 اللي كان او ماشي مونديال اللي كان بطوله اوروبا للامم اللي كان نظمها منذ تلك الفتره غاب على كاس العالم غاب على بطوله اوروبا مشى ليه الجيل الذهبي ديالو لكن استرجع هذه السنوات الاخيره بفضل سياسه التكوين لان المدرسه البلجيكيه كتكون لاعبين جيدين اللي يعني الان برزوا على الساحه الدوليه وانتقلوا لانديه كبيره ايدن هازارد في تشيلسي مروان فليني ذو الاصول المغربيه في مانشستر يونايتد الحارس كورتوا ملك تشيلسي كيلعب في اتلتيكو مدريد دي بروين لاعب فريق وولفسبورغ ولكن هو في ملكيه فريق تشيلسي اذا مارتينز ايضا فريق نابولي كل هاد مع كومباني في مانشستر سيتي لوكاكو اذا كل هاد المجموعه من اللاعبين اليوم عاد شفنا هاد المنتخب يعني كان حقق انتصارات ولكن بصعوبه ما قدمش ذاك الجو الوجه المشرق اللي كنا كنتمناوه سواء امام المنتخب الجزائري كان متخلف ورجع في الانفاس الاخيره فاز ايضا في الدقائق الاخيره على المنتخب الروسي ثم فاز ايضا في الشوط الثاني على المنتخب الكوري الجنوبي اليوم شفنا فرص عديده اللي اجهدها الحارس هوارد اللي عطل نوعا ما غير اخر ديك التاهل ديال المنتخب البلجيكي شفنا اول فرصه اليوم كان يقدر يكون اسرع هدف في الثانيه 42 من المباراه حقيقه ان المنتخب البلجيكي ذكرنا اليوم بالمنتخب البلجيكي ديال الشياطين الحمر في الحقبه ديالو الذهبيه في فتره الثمانينيات اللي كانت قاتو الدور نصف النهائي في دوره 86 كانت فرصه فؤاد في التواني الاولى للقاء وكانت فرصه في التواني الاخيره ديال 90 دقيقه في الوقت الاصلي بالنسبه للمنتخب الامريكي نقطه التحول كريمو في هذا اللقاء جات في الشوط الاضافي مع دخول لوكاكو يعني وهذا البوست اللي انت يعني خير العارفين فيه كل المدرب ديال المنتخب مارك فيلموتس قرر انه يدير الثقه في لاعب اوريغي لاعب شاب 19 سنه اللي ربما عنده ثاني او ثالث مباراه جوج مباريات قبل ما تبدا كاس العالم كان كيلعب مع المنتخب ديال اقل من 20 سنه اعطاه المسؤوليه اعطاه الرسميه في هذه المباراه حاول كثير لكن ما تمكنش لكن النقطه اللي بغيت نشوف نتكلم معكم فيها هي يعني كيفاش كيتعامل لوكاكو مع هذه المساله انه قبلها ولما تعطاته الفرصه دخل وكان وراء تسجيل الهدف الاول وسجل الهدف الثاني مش خوك فمو شو اتاكون لما يريبونس سي سلا اونيتمون سي كوم اذا تكون في الاحتياط وتيحطك واحد المدرب في واحد القنت وتيخليك وتتقول سي جورون كتدخل كتقلب الماتش كتقلب الماتش علاش باسكو هنا تي تامبوز الوغ لوكاكو في الاول خرج وتقلق وجلس ولكن بقى مع فيلموت وخاكا كيدخلوا ولكن يفو يديروا سيكل رومبلونسون ديالو ما كيدخل تيماركي نعم سي با ايفيدون بور اللاعب لاتاكون تيكون تقريبا سي با ايفيدون مورالمون تيكون ولكن كنشوف بحال اليوم لا رونتري ديالو سي بينيفيك بور ليكيب سافي دير هذا هو اللي تيقول لك لو ترافاي ديال لونترينور سافي دير لوكاكو سي با ايفيدون تهضر مع انترينور يهضر مع فيلموت لوكاكو يقول له دي فوالا جي فين بريوريتي خاصك هذه هادشي سي لا بسيكولوجي سي لي زونترينور كي ساف بارلي افيك ان جوار ولوترومون تقلقه وما تبقاش تلعب سي با سي لو كا ديال ديشون مع اللعابه يدير لو تورنوفر ولكن انتيليجامون اي جو كو لاتاكون يعطيك تقول لك انا نمشي معاه داك الشيء اللي جو تروفي لوكاكو فين دخل عطى اللي دي الوقت اللي عطى بعدا اللي تي لا وما سا فيدير لا ميور ريبونس بور لونترينور سا فيدير كو اون بيتيتر دابا في الكاتير كارد دو فينال اي بوركو با لوكاكو يمكن غيدخل باسكو هو مسكين ما كانش خصوصا يعني الوقت اللي دخل فيه كريمو لوكاكو رقعه الميدان كان هو وقت مناسب لان كان المنتخب ديال من الناحيه البدنيه المنتخب ديال الولايات المتحده كان نهار ودخل واش كنعرفوا الخصوصيه ديال لوكاكو وهي ديك لابيسونس فيزيك والسرعه Et en plus, son père, il était aussi un attaquant. Il était attaquant de pointe, la même chose. C'est quelqu'un qui pèse sur les défenseurs. C'est ça l'avantage. C'est quelqu'un qui pèse physiquement, ou là, qui a la puissance physique. Alors, Mickey Droll, alors que j'étais les matchs, il a amené la Belgique avant, alors qu'un dit, mais qui était chez elle. J'ai un passage à vide, bon, c'est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est le qira'a de l'entraîneur. C'est très important. Absolument.
هي الخطه اللي وضعها مارك فيلموتس انه يقحم لوكاكو في الوقت اللي شاف المباراه غادي ربما الشوطين الاضافيين ففضل يحتفظ بلوكاكو حتى الشوط الاضافي الثاني اللي كما ذكرتي جلال اللاعبين الامريكيين بدلوا واحد الجهد بدني وشفنا حتى في الهدف الاول السرعه باش انطلق بها يعني في الجهه اليمنى وكيفاش انه مشى بسرعه متناهيه واعطى الكره للاعب دبرين وايضا في الكره الثانيه عاوتاني يعني خدا عنده واحد الفارق ديال متر مترين على المدافعين ديال المنتخب الامريكي وهذه خطه تحسب للمدرب فيلموتس. يعني نقطه ومره اخرى محمد وانت كتتكلم عليها دائما الكوتشين ديال المدربين في هذا المونديال يعني مساله خارقه يعني العدد اشاك فوا شي مدرب كيتخذ شي قرار كيجيب الله في التيسير. ده مارك فيلموتس بالذات محتاج انت تتكلم عليه حلقات وحلقات. راجل اشرك 20 لعيب من اصل هو وهاليلوزيتش دلوقتي في المقدمه من اصل 23 لعيب اشرك 20 لعيب. اذا ده بيدينا انطباع اولا هذا المنتخب بني على ايد مارك فيلموتس وجورج ليكنز. طبعا ليكنز مدرب كبير هو اللي اسس هذا المنتخب. انا برجعك بس لورا وراح ليكنز بعد الاخفاق وبدا مارك فيلموتس تحمل المسؤوليه والاتحاد وثق فيه باعتباره كان النجم الكبير وهو اللي باني حاضر بناء الفريق ده وكان بيسافر ويتفرج على اللعيبه وكذا وكذا. لوكاكو بالتحديد يا استاذ جلال كنت انا بشتغل في الدوري البلجيكي من 4 سنين كان هداف المسابقه البلجيكيه وكان اصغر هداف لمسابقه الدوري البلجيكي وكان بيحرز اهداف خارقه وشافوا فيه بلجيكا انه ده مستقبل اللي هيحمل رايه الكره البلجيكيه بالنسبه للتهديف وقال لك انه ده هيبقى انطلاقه كبيره جدا. طبعا لما اتحرك لتشيلسي انت فاكر مضربه الجزاء الشهيره اللي اخفق فيها مع مورينيو فتقريبا قلب عليه مورينيو قال لك ايه يتحرك بس هو طلع على سبيل الاعاره لايفرتون. سجل 16 هدف في البريمير ليج وده امر ماهوش سهل. اذا انت بتتكلم على لعيب لكن البعد النفسي اللي اتكلم عليه كابتن كريم مهم جدا. ده بقى شخصيه مدرب بيقدر ان هو يعمل ده يتكلم مع اللعيب يقول له انت اللي هتكسب خلي بالك مش معنى ان انت ما بداتش ان الامور بالنسبه لك انتهت لا ده انت احنا ال 23 موجودين وده شيء مهم جدا اللي عمله هاليلوزيتش انه اشعر كل اللاعبين ان كل واحد مسؤول وكل واحد عنده دور وده مهم جدا بالشكل اللي كل العناصر شارك. يعني دلوقتي انت بتتذكر ماتشات كان فيها يبدا وكان فيها غلاس وكان فيها بوجره وكان فيها كذا وتلاقي مجموعه ثانيه شاركت في الماتش الثاني فهو ده دلوقتي الرساله والقيمه اللي احنا عايزين نفسنا تنتقل لملاعبنا. مش معنى ان انا جبتك مثلا من اوروبا وانت محترف هتقعد على الدكه يا جلال او ما تبداش يبقى تزعل وتقلب وشك وعايز تمشي وتسيب المعسكر. لا دي رساله ودول لعيبه كبار. احنا شفنا في المكسيك في 86 الاخ ديالي كيلعب ولكن في المقابله الاخيره دخل خيري وشجع جوج اصابات. ما فيش مشكل كسب المغرب. اي كسب بيان سور المغرب هي اللي كسب بيان سور مش مصطفى ميري ولا كريم ولا خيري كل شيء. وقال جلال واحد مهمه لي زونترينور ساتاني تنشوف داروا بزاف ديال الاشياء دي بون شونجمون سادير ميم القراءه ديال لي زونترينور مون افي سا سا بلاس مزيانه لان شنا لي شونجمون شنا لي كومون سابيل لي زونترينور. كان هناك يعني السياسه ديال الكوتشين كانت جد متميزه في هذا المونديال هذا مونديال البرازيل. خليكم معنا نلتقي بعد لحظات قليله في الجزء الثاني من ساعه المونديال. في بلاتو ساعة المونديال والحديث دائما حول هذه المباراة ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الأمريكي. يعني سي محمد السباعي هل استحق المنتخب البلجيكي التأهل؟ نعم استحق طبقا للعب وطبقا للأداء وطبقا للخطة اللي عملها الكوتشنج بتاع مارك فيلموتس وطبقا لقرارات وقناعات المدير الفني في فكرة التغيير وإقحام أوراق بديلة قادرة على أنها تغير شكل المباراة وطبقا على اللاعبين تحملوا المسؤولية وكانوا قد المسؤولية خصوصا في الوقت الإضافي. الوقت الإضافي ده بيبقى وقت صعبة جدا. اللعيبة اللي بتتحمل الضغوط، اللعيبة اللي بتتحمل مسؤولية، اللعيبة اللي لياقتها البدنية اللي المهارية اللي العمل الجماعي اللي بيفضل التركيز موجود عنده لأنه في أوقات عديدة جدا يا كابتن في الأوقات الإضافية بالذات ويمكن احنا شفناها في أوقات في المونديال بيحصل عندك شيء من عدم التركيز. شفناها في كوستاريكا واليونان في كورة بتخلص بتعمل جون تعادل أو جون مكسب زي ما حصل في هولندا والمكسيك وعادت هولندا من بعيد في دقيقتين. هولندا قلبت المباراة في إيه؟ في دقيقتين. هم اللحظات اللي نال منهم بعض التعب من اللعيبة ومعروف إن التعب لما بينال من اللعيبة بيأثر على التركيز. لكن فريق بلجيكي
فريق قوي، فريق يمتلك من العناصر والادوات بدءا من حارس مرمى جيد، خط دفاع متناسق ولاعيبه كبار كلهم، اذا بتتكلم على فان بويتن، على كامباني، على ألدرفيلد، على حتى الباك الشمال فيرتونجن، حتى لما فيرمالين بيبقى موجود، اللعيبه دي لعيبه كبار واصحاب تجربه. في وسط الملعب طبعا فيتسل ومروان فلايمي ليهم دور مهم جدا ودور واضح، حتى فيتسل لما كان بيثبت كان مروان بيتحرر لقدام دايما وبيفتح بيعمل عمليه فتح من على الاجناب سواء باوريجي او بمارتنز او بايدن هازار. فبقى في كيفن دي بروين لاعب مباراه العمر، انا بعتبره راجل مباراه في وجهه نظر الشخصيه وقناعاتي طبقا للي قدمه. كيفن دي بروين لعيب هايل، وحتى من هو ولد صغير كان في خنك كان مشروع لعيب كويس، ولما اتحرك لفيردر بريمن كان علامه هايله في بريمن، ولما راح دلوقتي اللي مشي على فولفسبورغ برضه راح نادي كبير، ودايما هو اللي بيحدث الفارق، مش غريب اللي انت بتشوفه ده. لما نزل لوكاكو، نزل لوكاكو شايف المشكلات فين، فبدا يتحرك، بدا تاني ينقل الفرقه، بما انه بالظبط كان هازار بدا شويه ينال منه التعب، فبدا يغير الفكره. مارك فيلموتس يا جلال، المنتخب الامريكي في الوقت ده بقى ما فكرش كلينسمان في فكره برضه تعزيز الهجوم او ازاي انه يعمل خطه مضاده بالنسبه اللي بتعمله بلجيكا. بلجيكا بقت هي الضغطه وهي اللي بتوصل والاهداف هي اللي بتروح وهي اللي بتهدد وكذا، ونجحت في ده ان هي تسجل جول واثنين، وكانت قريبه انها تسجل اهداف، بما انه تيم هاورد رجل المباراه الاول، بما انه نجم المباراه، ده معناه انه كم الفرص والتصديات كانت كبيره جدا عليه. بلجيكا استحقت، استحقت. وربما قوه المنتخب البلجيكي انه عنده عنصرين في قلب الدفاع اللي راكموا تجربة كبيرة، سواء تعلق الأمر بفان بويتن اللي لعب في الفريق مارسيليا الفرنسي ثم انتقل فريق بايرن ميونخ، يعني ربما هذه السنة أو سنة ونصف اللي ما بقاش فيها لاعب أساسي عدا ذلك، يعني كان هو فؤاد سيعتزل الكرة مباشرة بعد المونديال، يعني كيكون كل نهار كيقول واش هذه آخر دقيقة في الحياة. فهذه التجربة ديال فان بويتن وفانسون كومباني اللي أيضا عميد فريق مانشستر سيتي منذ سنوات والتقل في سن صغيره، هاد العنصرين المحوريين كيعطيو الثقه لكل هاد العناصر. الشباب فؤاد اللي وقف مور كومبانيل ومور فان بويتن الحارس كورتوا اللي كيعتبر من احسن تحدثتوا على الحارس هوارد ونسيتوا ان كورتوا نقدم هدف التعادل من ضربه الخطا اللي نفذها المنتخب الامريكي بطريقه جميله. قلنا للاخر انه يعني تدخل 15 مره، ان كان في شبه عطله والحارس كورتوا كان في شبه عطله منذ بدايه البطوله، يعني اليوم يلا تم الاختبار ديالو ولم تم الاختبار ديالو، يعني اثبت هذاك اليوم عاد خدم اليوم في اسطنبول، اليوم عاد كان عنده الباك اليوم عند الامتحان يعز المرأة او يوهان، شفنا كيفاش نقد الفريق ديالو من هدف التعادل ديال اللاعب ديمبسي في الكره مباشره. اذا هذه التركيبه البشريه ديال الخط الدفاع اللي ما نساوش اللاعبين الظاهرين ايضا اللي كيلعبوا فريق اتلتيكو مدريد وكذلك نادي توتنهام ثم خط الوسط بالتجربه ديالو الكبيره ديال مروان فليني، رغم انه ما كانش موسم ما قدمش موسم كبير مع مانشستر، لكنه لما جاء المنتخب البلجيكي قدم الشيء الكثير. هناك ايضا سر للمنتخب البلجيكي وهو المدرب مارك فيلموتس، اللي شفتوا معايا غير لما كتسجل الاهداف كيمشي تقريبا لنصف الميدان، كيدخل كيقتحم ارضيه الميدان. هذا شنو كيثبت لك ان المدرب كيعيش المباراه من الداخل، كينقل ديك الرغبه ديالو في الفوز وفي تحقيق الانتصارات، كما كنقولوا ديك لاكان كيعطيها للاعبين، وكينقل ديك الرغبه ديالو في تحقيق الانتصارات، وهذا شيء مهم ومهم جدا بالنسبه للمنتخب البلجيكي. المنتخب البلجيكي كريمو، انت واش كتشوفوا الان وهو كيخطي هذه الخطوه الاولى كيتاهل للدور الربع النهائي منذ يعني الجيل الذهبي ديال غيغيتس وكولمانس وجو ماري بفاف سيفو، واش كتشوفوا يمشي يعني ابعد في هذا المونديال، خصوصا ان الخصم القادم هو الارجنتين، وسيكون لنا بعد قليل الحديث حول الارجنتين. كما قلت يا جلال، لعبات الارجنتين كما لعبات اليوم فرانشمون لا بلجيك غادي دير فيهم منافي، لا بلجيك لي بلوس فافوري، لان لا بلجيك سي اون ايكيب كوهيرونت. بعد ذلك كما قال السي فؤاد، الفرقه لعبات الكره، لعبوا الكره، لي جوار ايزون جوي ان ماتش، ماشي بحال الارجنتين ايزون با في ان ماتش، تانديك لا بلجيك لعبات الكره، خرجت تلعب الكره. لا الارجنتين ميسي جوي 2 مينوت
جوج دو مينوت دو مينوت افيك اون فيكتوار ولكن لا بلجيك سي كو ميم اون ايكيب كيما قلت لي نون اللي عطيتي سي دي بون جوار لي بون جوار اللي كيلعبوا في الفرق ديالهم بيان سور كنشوفوهم طول الوقت حنا كنشوفوهم ولكن كنقول لا بلجيك اجوردي لا اون ايكيب وصلت كو ميم لويت لويت زيكيب سافي دير سي واخا لعبها مع الارجنتين علاش لا بوركوا با جو با غاني الارجنتين خصوصا ربما اليوم يعني من المنتخبات اللي شفنا في هذا المونديال منتخب اللي كيدخل المباراه باش يلعب الكره باش يكري لان شفت العدد ديال الفرص اليوم اللي اتاحوا اللاعبين ديال اتاحت المنتخب البلجيكي كثيره وكثيره بزاف يعني فريق اللي كيحاول حيت لو جو ديال لونترينور سي جوي سور لو وعنده اللعابه كيجو كو سا وعنده ذاك الاحتياط ايضا مهم وعندهم لو بون ولكن عنده لي جوار كي بوف جوي على اتاك ما غاديش يلعب اللور دايور لو ميور فوتبول سي سا سي داتاكي ولي دو ريستي ديغيا مي تتبقى اللور كيتشجعوا عليك الاصابات الوغ سو كيفي يفو فوار فريمون ان بون غارديون كي كتلعب الفوتبول اوفير اوفونسيف جو تخو سي لا ميور سوليسيون كتسجل وعندك ليك وعندك لعابه سي كونت لي جوار لونترينور راه ما عنده اي حاجه فهمتي لعب مع راسك مرتاح لان عندك اللعابه تو مومون يقد يدير لك لا ديفيرونس هذا هو الافونتاج كنتكلموا يعني كريمو على هذا المنتخب فريق يعني اللي كيبغي الهجوم وكيبغي يلعب كره ولا بوسيسيون بال مع العلم كما قال فؤاد يعني في الدفاع عنده يعني الدفاع قوي وقوي جدا فوالا حيط وحيط حيط هذا باسكو فاي بوينتان وعاد غياب فارمالا لاعب فريق ارسنال اللي اصيب واللي ايضا يعد من اللاعبين الاساسيين فريق الارسنال واللي يغيب عن المنتخب دوماج باسكو كان هو تا هو غادي كما قلتي غتكون عندك إيز دائما حاجه مهمه استاذ جلال الفريق اللي عنده حارس مرمى كويس وعنده خط دفاع قوي هو الفريق اللي يمشي بعيد مش مهم الهجوم على فكره وانت عندك دفاع مكشوف لانه دفاع مكشوف يستقبل جون في اي لحظه انما دفاع قوي وحتى لو الهجوم 70 يا اخي او 75% يبقى افضل يبقى ناجح اكتر يبقى ناجح اكتر من انك دفاعك مكشوف وحارس مرماك اقل وخط هجومك قوي اذا انت ممكن في اي لحظه تستقبل الهدف فالدفاع القوي بدايه التركيز وخط الحصين الاول بالنسبه للفريق الدفاع خط وسط منضبط يجي الشكل الهجومي التركيبه الهجوميه اللي بتقدر تتعاون مع بعضيها وبتقدر تعمل التكتيك وتنفذ ما في راس وعقل المدير الفني ده اللي بيوصل وقيس على كده كل الفرق الارجنتين لو هتتكلم عنها او لسه هتيجي في وقتها هي دي مشكلتها الارجنتين دي مشكلتها الاساسيه الارجنتين محمد السباعي جوستومون الارجنتين الارجنتين اللي حقق فوز صعب وصعب كان الخيال ديال الارجنتين قلت لك امبارح ايه لو مين فايق الارجنتين تكسب لو في واحد اسمه ميسي وفعلا هي كره ميسي وخلي بالك الخطوره كلها من شخصيه من ميسي ودي ماريا اللي بيسند مع ميسي شويه اللي حاسس ان هو كويس في الارجنتين كلها دي ماريا انخل دي ماريا بصراحه اللي برضه ما زال الراجل محتفظ بعطائه لا هيجوين هو هيجوين ولا لافيتسي نص ملعب بطيء اللهم الا ماسكيرانو لانه ماسكيرانو دوره بس دوره دفاعي يا جماعه ما عندهمش اللاعب اللي بيوصل كان الارجنتين فيها اللاعب اللي عنده الشخصيه فين خوان رومان ريكيلمي وفين مارادونا وفين الناس دي كان دول هم الفاعلين انما ميسي دلوقتي مطلوب منه ينزل تحت ويستلم ويبدا هجمه ويروح ويعمل كل الشغل فالنهارده قابله فريق سويسري تعبهم بجد ويحيى اوتمار هيتسفيلد على هذا الفريق خلي بالك انك عندك سبعه في الملعب بيلعبوا في البوندز ليجا اساسيين لعيبه على مستوى عالي كل لعيب في فرقته اساسي كل لعيب في فرقته مستوى عالي اذا كان رودريجيز اذا كان ادمير محمد اذا كان ميسي القلب تشيردان شاكيري اللي بذل مجهود كبير جدا بذل مجهود غير غير طبيعي. غير طبيعي والحقيقه الولد عامل بطوله على اعلى مستوى لكن هم مدوا الامد مع الارجنتين الفرق مع سويسرا حاجه واحده بس انه في الوقت المهم يا فؤاد انت بتتكلم في الدقيقه 118 رايح على ركلات الترجيح طمعوا في المباراه اكتر فبدا يحصل مد هجومي ونسي ان واحده كره مرتده هيروح بها ميسي ده سيناريو المباراه هيروح بها ميسي هي هي النقطه دي ربما لان شافوا ذاك المنتخب الارجنتيني يعني ضعيف ومنهك وما بقاش حتى ميسي كيشوفوا ميسي كيتمشى يعني ما فجات هذيك الضربه ذاك الهجمه المعاكسه في ماتش لا اون ديغ لامبريسيون كو ميسي قال لهم غادي نقتل الماتش خد الكره
الكره ودار اكسيليراسيون دار بوحدو سي لا رياكسيون ديال الماتش سافو دير طول لو ماتش اي لي في سور اكسيليراسيون دان بونوم كي ا فان اكسيليراسيون افيك 20 متر وعطى لا باس دي ماريا ماركو ابري سا اي ريان سافو دير كيفاش غادي ماركيو هاد الفريق الارجنتيني هي ابسولومون ريان المشكل المطروح ايضا لان شفنا المنتخب السويسري راه هو اللي كان اقرب للتهديف في الجوله الاولى في الاول المنتخب السويسري ما تاقش في نفسه ما تاقش الامكانيه ديالو القرص كيوصل بواحد السهوله انه المرمى الحارس روميرو شفنا خصوصا الكره الثانيه اللي اللاعب لعبها بواحد الطريقه عشوائيه وكان يعني بواحد اللوب يقدر في غلط حارس روميرو يعني ابرز الفرص اتيحت للمنتخب يا اخي الفرصه الدراماتيكيه حتى اللي هي في اخر ثانيه دي القدر بقى لو عايزه تدلهم كانت ادت لهم دي لانه حتى تردت من الايم واللاعب جوه السته لا هو الست يرضاه هو المنتخب الارجنتيني حقيقه انه كنا كنتظروا رده فعل كنا كنتظروا رده فعل كنا كنتظروا رده فعل كنقولوا المستوى بحال المنتخب البرازيلي كنقولوا راه المنتخب غادي يطور الاداء ديالو يعني في دور حاسم مباراه حاسمه لكن شفنا اليوم خصوصا خط الوسط كان هناك القطع ما بين الدفاع والهجوم كان يعني بحال انعدام لهذا الخط هذا وشفنا ايضا يعني واحد شبح اللاعب جاكو في وسط الميدان محمد الفريق اللي بتمشي معاه كده بالبركه زي ما بنقول ممكن يوصل لبعيد يمشي مباركه يمشي لان هي جات لهم من بعيد اكثر من مره خلي بالك وصل ديك محمد ديك الفرصه الاخيره لما يعني ضرب الكره ما انا بقول لك بوتر رجعت لعنده قيس بقى الاحداث الدراماتيكيه دي فرصه زي دي تروح اخر ثانيه محمد يعني خلاص ما هي هدرون ماتش يعني حتى شاكيري قاعد يعيط بدموع لانه حاسس انه ها قد كده سويسرا اتخطفت عارف ان هي رايحه معاهم للدروم ماتش على الاقل وهيلعبوا رقم وجاز محمد بعد هذيك المحاوله جات ضربه خطا على بعد 20 متر من وضع ديك ضربه خطا يعني تقريبا ضربه جزاء كريمو يعني لما كيكون منتخب كله مبني على صراحه هما كاين كما قال كاين ليونيل ميسي اللي كيحاول كيجيب لاتيسير وكاين دي ماريا اللي كيحاول كثير لانه هو اللي كتشوفوا عنده ديك الرغبه وباغي يحرك لكن باقي اللاعبين يعني مستوى ماشي هزيل يعني مستوى يخوف ولا اكبر المشجعين والمتفائلين ديال المنتخب هذه رسميه الارجنتين حتى المدرب جو ديال كل ميم لونترينور مو تروك بوكو روتاردي على لي شونجمون ان كوا كوم غوين يدوا خصو يخرج سي تو يفو جوستومون ميم لو كومونتاتور حتى في المقابله سي فري كيل مي بوكو تو ا شونجي ليكيب باسكو سي نورمال الفرقه 90 دقيقه ولعبها بلو ميم ريتم وما كاينش لي زوكازيون دو بوت وكتلعب على واحد الانسان اوروزمون كو دي ماريا لعب ولكن الفريق هما دابا اي سون كامام ان كارد فينال هذا هو اللي تيبقى في الحال لو كونتير ديال لا سويس اللي كتشوف داروا ان كرون ماتش شاكيري ولا اللي كان فيهم تقريبا بور موا تخي بيل ايكيب خرجت فرونشمون خرجت اون بيل ايكيب لانيماسيون الكره لو جو لا تاكتيك فرونشمون هما اللي ميريت ولكن في الفوتبول سا ريست كامام توجور لو فوتبول سي فو توجور ريستي كونسونتري sur ce que tu fais. Donc je suis contre l'Iran. Quand tu l'as beau quand même le 0-0, jette-toi le Kora, un crochet, gauche, un but. Alors ça veut dire que quoi qu'il arrive, les grandes équipes, les grands pays, l'Argentine, un génie, un joueur qui fait la différence. C'était avec Maradona à l'époque, d'abord qu'il y a Messi, et ça c'est vrai. C'est pas comme le Brésil maintenant. Le Brésil, ni le Marta, voilà qui, moi je trouve que tactiquement, moi je trouve que c'est dommage quand même pour la Suisse de perdre le match, parce que c'est pas logique. Je connais qu'il y a le match. Je connais qu'il y a le match. Il y a la Suisse, c'est pas l'Argentine. هذا هو اللي تيبقى في الانسان الكره ولكن تنقول لو فوتبول مودرن مانون بعض الاحيان اي سوفي با دافوار دو بو جو راه كتعرف خاصك الريزلتا على فان دو ماتش يقول لك كومي اون افي سي سوفو هادي تيقول لك واش درتي وربما كريمو دي ماريا وميسي ما متفقينش معك لان قالوا ما دي ماريا قال يعني الفوز ديالنا كنا حنا اللي كنستحقوا نفوزوا في هذا اللقاء وميسي قال نحن على الطريق الصحيح رغم المعاناة يعني وخما أننا عانينا مع المنتخب لكن يعني المنتخب الأرجنتيني في الطريق الصحيح وميسي كيحلم لأنه هو اللي كيسجل هو اللي كيخلي الفريق يفوز لأنه هو ناقصه شي حاجه ناقصه شي لقب باش يدخل لديك الكلوب ديال ديك النجوم العالميين كره القدم وكاس العالم جالي غير ربما تحدث سمير كريمو على واحد القضيه بالنسبه للارجنتين ان كما المدرب سابيلا فوق طاقتك لا تلام لانه في دكه الاحتياط
ما عندوش لاعبين في ظل اصابه كون اغويرو ما عندوش لاعب اللي يدق حمو في مكان اللاعب ايغوين. عنده جوج مهاجمين علاش ما يجيبش مع علاش ما يجيبش رافض كارلوس تيفيز هو رافض علاش تيفيز هو رافض هو عنده 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 جوج المهاجمين اللي هما بالاسيوس واللاعب لافيسي ليسوا على مستوى يعني بالاسيوس وايغوين هادو بالاسيوس غريق بغريق لا كمين الاثنين كمين لا عارف الكمين لا ربما كان كيعلق الامال ديالو على لافيتسي اللي كان يعني كيقدم موسم اكثر من جيد مع فريق باريس سان جيرمان ولكن اليوم كان ايضا شبح يعني ما شفناش لافيتسي اللي كان متعودين عليه على في الفريق الباريسي ثم بالاسيو فريق انتر ميلانو كيقدم عطاء ولكن ما عطاش ديك الاضافه المرتقبه في ظل هذا التقاعس فالمنتخب الارجنتيني ما كانش عنده قطاع غير وخصوصا قطاع غير على مستوى خط وسط الميدان يعني شفنا حتى اللاعبين اللي قحمهم يعني كلاعبين بدلاء لاعبين ما معروفينش في الوقت اللي مثلا كاين لاعبين اخرين كابانيغا اللي كي مارس بطوله اسبانيا لم يتم استدعائه والصحافه الارجنتينيه وجهت ايضا يعني الاتهامات او الانتقادات للمدرب سابيلا لانه ربما ما جلبش العناصر كل العناصر اللي وغريب امر هذا المنتخبين لا الارجنتيني ولا البرازيلي يعني كنشوفوا النجوم ديال الكره في اوروبا ماشي من البرازيل ومن الارجنتين كتجي للمنتخب كتولي كتكتشف لاعبين جدد ولاعبين اللي لحد الساعه ما عطاوش كثير بقات دقائق قليله وانا اعطي الكلمه لصديقي والاستاذ محمد السباعي اليوم طويت يعني صفحه كبيره في تاريخ كره القدم كان اخر لقاء لمدرب كبير اطماخ هايسفيلد اللي كان كيدرب المنتخب السويسري ويعتزل كره القدم اليوم. اطمار هايسفيلد مسيره كبيره جدا مدرب محترم مع البايرن ما تنساش انه واخد 2 دوري ابطال اوروبا مع بروسيا دورتموند ومع البايرن دخل من الباب الكبير امن بالجيل ده جلال ونجح ان هو بشخصيته بقيادته بارائه في كره القدم وفلسفته في كره القدم خلي بالك اطمار هايسفيلد في المانيا حاجه كبيره جدا بيعتزوا وبيقدروا هذا الرجل لقيمته الكبيره ونجاعته بمسيرته الكبيره مع البايرن واللي حققه واكتشف نجوم كبيره ووجوه شابه هو اللي قدمها دايما باستمرار حقيقه مدرب يحيى المباراه كانت هاند تو هاند زي ما بنقول مفيش فريق تفوق بالشكل بالعكس سويسرا في اوقات كتيره احرجت الارجنتين ووصلت بخطوره وعلى الاقل قمه الدراما الكره دي لو هي عايزه تدي لسويسرا كانت اتسجلت حتى قراراته في اللعيبه حتى التبديلات اللي عملها ما تقدرش تنسى مباراته مع مباراته الاولى ازاي عاد فيها مباراه الاكوادور على ما اذكر شقلب المباراه بتبديلين ادمير محمد اتعادل وحارس سافيروفيتش اول ما نزل سجل مين كان يخسر 5-2 ويقدر يلم الفريق مره ثانيه 5 نتيجه مش سهله حتى يا اخي وان كنت بتلعب هندوراس لكن صعب لانك جيت من درجه صعوبه كبيره جدا فريق خسران 5 ازاي هتاهل فريق ثاني وازاي هتدخل اللعيبه ثاني في المباراه لكن هو عشان اوتمر هيتسفيلد قدر يعمل ده وقدر يكسب 3-0 وقدر النهارده انه يقدم الحقيقه وجه مشرف محترم ويكفي ان كل الملعب حتى جماهير الارجنتين كانت بتحيي ومش قادر انسى كوين اجويرو نزل سلم على لعيبه سويسرا قد كده انه مؤمنين ان اللعيبه دي عملت شيء رائع خلى فريق صحيح بقى في يبني عليه يعني حتى هو لو راح اللي هو عمل استقالته في الملعب هو اعلن في الملعب في المؤتمر الصحفي انه انتهت الناس بعد اموات يديروا يلا غوتخيت المدربين بعد المدربين تبقوا واخا كبر السن تبقوا في العمل تبغوا ما عندوش مشكل ايوا سامح بعض الاحيان خاص واحد ياخذ لا روتريت ديالو باش يرتاح ولكن هذا ويخلي البلاصه لواحد اخر عندنا امكانيات واحد اخر في مجتمعنا في مجتمعاتنا احنا هو كان هذا المونديال كان مونديال المدربين الشيوخ شيوخ مدربين كبار شفناهم بعد المونديال كلهم تقريبا واحد النصف فايتين 60 سنه اذا احنا سنواصل الحديث في هذه الحصه ديال اليوم ديال ساعه المونديال حول يعني هاد المباراتين اليوم وكذلك حول المنتخب الكاميروني خليكم معنا مرحبا بكم من جديد في ساعة المونديال والحديث الآن على الأوقات الإضافية والأشواط الإضافية وتحطم الرقم التاريخي
يعني في المونديال كان الرقم اللي تحطم اليوم هو ديال الاربع مباريات في ثمن النهائي في مونديال 90 اللي مشاو في ايطاليا اللي مشاو حتى يعني الاشواط الاضافيه. اليوم خمسه مباريات من اصل ثمانيه محمد. وده بيدينا استاذ جلال مدلول وانطباع مهم جدا اسمه ان الفرق في دور ال 16 المستويات متقاربه، انه الكل عنده الحظوظ، ان احنا بنقول دايما دايما انسى الدور الاول ودور ال 16 ليه طبيعه مختلفه، لانك بتلعب على النوك اوت زي الضربه القاضيه بتاعت البوكس بتاعت الملاكمه، فكل الفرق قد كده بيبقى ليها الحظوظ وقد كده بيبقى ليها الفرص وقد كده متشبثه ان هي تعمل تاريخ، فانت حسيت انه المستوى الفني متقارب، برازيل وشيلي درون ماتش ويلعبوا ركلات ترجيح، كوستاريكا واليونان رغم ان في فارق، لكن اليونان اللي عادت في اخر لحظه في الوقت الضايع كانه ده اداها برضو انتعاشه واداها انتفاضه، انه ليه لا نكمل المسيره ونحلم، النهارده الارجنتين في الثواني الاخيره، كل ده معناه انه المستوى الفني مرتفع، ده بدينا اكيد منظور في هذا الاطار، انه ما عندكش مباراه بتخلص 3-0 و4-0 بسهوله، ان الفرق اللي صعدت عن جداره، وخلي بالك ان الثمانيه اللي موجودين هم رؤوس مجموعات، يعني الثمانيه اللي صعدوا تاهلوا وده شيء يمشي مع المنطق. لا مش رؤوس مجموعات، يعني احتلوا ابطال مجموعات. ابطال مجموعات يعني ماشي، هي جد بالنسبه لي رؤوس مجموعات. لا رؤوس المجموعات تختلف، ابطال مجموعات جم على قمه مجموعاتهم، فده بيمشي مع المنطق ومع الواقع، لكن مستوى فني عالي جدا، شفنا مباريات تكتيكيه من العيار الثقيل كانت مباريات مقفوله ووصلنا لركلات الترجيح، شفنا مباريات كان فيها شد وجذب وكان في فريق بيتقدم وفريق بيعود زي كوستاريكا واليونان، بضرب بيها مثل في هذا الاطار، يمكن كولومبيا نجت من فخ الاورجواي لانه كولومبيا عامله مسيره ما زالت هي رائده، انا بقول ان رائده المدرسه الواقعيه، والفريق اللي لعب اجمل ربما هو اجمل كره في المونديال هو منتخب كولومبي، دي قناعتي الشخصيه، لانه ما قابلش ذاك الضغط والفريق اللي حطه تحت ضغط وكذا، لا بيكسب وبيكسب فوز كويس وبانتصار باداء بفنيات بكوتش بره اسمه خوزيه بيكرمان. نعم، وسنعود يوم غد محمد وفؤاد لتقييم هذا الدور الثمن النهائي، وهيكون ضيفنا غدا المدرب المغربي حمادي حميدوش. وصلنا مشاهدينا الكرام الآن إلى فقرة ملف المونديال. إذن المنتخب الكاميروني وبعد الأداء الباهت اللي ظهر به في مباريات المونديال يفجر مفاجأة مدوية بعد يعني اتهامات لبعض لاعبين ديال المنتخب ديال الأسود الغير مروضة بالتلاعب بنتائج بعض المباريات خاصة مباراة كرواتيا. مزيد من التفاصيل في تقرير زميل عبد الله الجعفري. الكرة الإفريقية في قفص الاتهام، هو السبب تلاعب محتمل لمنتخب الكاميرون بنتيجة مباراته مع كرواتيا في المونديال. هذا ما ذكره ويلسون راج برومال أحد أشهر المدانين في قضايا التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، والذي توقع على نحو صحيح هزيمة منتخب الأسود غير المروضة مع كرواتيا برباعية، محملا المسؤولية لسبعة لاعبين لم يسميهم بالاسم، وذلك في حوار مع مجلة ديرشبيغل الألمانية. منتخب الكاميرون الذي دشن النهائيات بهزيمة صغيرة مع المكسيك بهدف دون رد سقط بشكل مفاجئ مع كرواتيا أداء ونتيجة، كما طرد لاعبه أليكسونغ قبل نهاية الشوط الأول لاعتدائه بالمرفق دون سبب مقنع على ماريو مانزوكيتش مهاجم المنتخب الكرواتي، ليترك فريقه بعشرة لاعبين لشوط كامل، كما شهدت المباراة واقعة أخرى قرب نهايتها حين حاول ابن إسكواي كوتو نطح زميله بنيامين موكاندو في مشهد غريب. المشاركة الهزيلة لرفاق صامويل إيتو في المونديال أثرت ردود فعل قوية في الأوساط السياسية والرياضية في البلاد، والتي اعتبرتها وصمة عار على جبين الكرة الكاميرونية، بل أمر الرئيس بول بيا رئيس وزرائه بفتح تحقيق حول هذا الإقصاء المهين والظهور الباهت. وضع مشحون زادته بلا الادعاءات بالتلاعب، فأمر الاتحاد الكاميروني للعبة لجنة القيام بفتح تحقيق، رغم أن الفيفا لم تتحرك لحد الآن للتأكد من صحة الادعاءات أو خطائها.
لن ندلي بأي تعليقات عن الموضوع ما دام التحقيق لم يفتح بشأن تلاعب محتمل بنتيجة واحدة من مباريات المونديال. مصداقية اللعبة هي أولى الأولويات بالنسبة للفيفا، ونحن نأخذ مأخذ الجد أي كلام بهذا الصدد. صدق أمر التلاعب أم لا؟ منتخب الكاميرون فقد الكثير من بريق ماضيه التليد في المونديال. كل التكهنات كانت تقول بأن رفاق إيتو لن يبصم على مشاركة ناجحة، والسبب طبعا ظهور تكتلات في المنتخب وشد الحبل بين اللاعبين والاتحاد المحلي حول المكافآت، والتي أصبحت خصوصية كاميرونية كلما اقترب موعد تظاهرة كبرى قارية أو عالمية، وهو ما يعطي انطباعا على أن الكرة الإفريقية بينها وبين الاحتراف سنوات ضوئية في زمن أضحت فيه كرة القدم عنوانا للحضارة والتقدم. يعني فؤاد ربما نقوله بالدارجة هادشي اللي كان ناقص المشاركة الإفريقية عامة والمشاركة الكاميرونية على وجه الخصوص. نعم، لأنه المنتخب الكاميروني كان فاجأنا أولا قبل انطلاق المونديال، إن كان فاجأنا بنتيجة إيجابية ديال تعادله أمام ألمانيا بهدفين لمثلهما، لكنه فاجأنا بعد ذلك بعدم رغبته في ركوب الطائرة اللي كانت كتنقل للبرازيل وللمشاركة في كأس العالم، لم يتوصل بالمكافآت المالية. إذن المال دائما حاضر، كان حاضر في يعني في التنقل ديال الكاميرون للمشاركة في المونديال، وربما هذا عامل مؤثر على المستوى اللي ظهر به المنتخب الكاميروني ناهيك عن المشاكل اللي كان خلقها إيتو مع باقي أفراد المنتخب والسيطرة دياله على يعني مستودع ملابس الفريق وصراعه مع المدرب يعني الألماني للمنتخب الكاميروني. شفنا ايضا يعني مشاكل اخرى ديال المنتخبات اخرى. بالنسبه لهذه القضيه حقيقه اذا ما ثبت ما تم تصريح به هي غتكون وصمه عار جديده اخرى في جبين كره القدم الافريقيه في هذا المونديال. شفنا المشاكل ديال الكاميرون، شفنا المشاكل ديال غانا، شفنا المشاكل ديال نيجيريا. انا فقط غير باش نختم حول ما صدر من المنتخب اليوناني لكره القدم، اللاعبين ديالو اللي رفضوا ياخذوا المستحقات الماليه ديالهم، رفضوا انهم ياخذوا المكافآت اللي خصصتها الجامعه اليونانيه لهم، قالوا نحن نلعب من اجل اليونان، نلعب من اجل الشعب اليوناني. وقالوا احسن من ذلك فؤاد، قالوا احنا ما بغيناش هذه المنحه، ولكن هذه المنحه بغينا الدوله تستثمرها في الاعداد ديال ملاعب كره القدم ودي سونتر دونترينمون للشباب اليوناني، لان البلاد الان في ازمه يا محمد، وربما ما عندهاش الامكانيات. قالوا احنا هاد الفلوس هادو اعطيوهم للشباب. شوف الاحترام رساله للعالم كله، ادي النقيض. اليونان بتعيش ازمه ماليه طاحنه، مش غايب عن حد، واللعيبه كل واحد بظروفه ماشي اموره، سواء المحترف بره او اللي بيلعب في اليونان مش محتاج المكافاه، ماهوش مثلا اللي بيته واقف على المكافاه دي او عليه اقساط او عليه ديون. وبالتالي انا اتمنى ان يبقى في قرار قوي من الفيفا فيما لو ثبت فضيحه التواطؤ دي، ويبقى الايقاف يجي من الفيفا، لان احنا كنا بنقول مشكله، فاكر هفكرك بيها بس انت وفؤاد اتكلمنا فيها كتير هنا كابتن كريم، انه مين اللي هيقول القرار في اقصاء او ابعاد منتخب الكاميرون من التصفيات؟ لازم يبقى في ابعاد ليه. انا من وجهه نظر الشخصيه بعد هذا المنظر المخزي هي وصمه عار في جبين الكره الافريقيه، مش تتقال، ملهاش معنى تاني. فاذا لما تيجي النهارده من الفيفا طبقا للتحقيقات لو ثبت تواطؤ الناس دي، يبقى في ايقاف لمنتخب الكاميرون ما يلعبش تصفيات وما يبقاش موجود لحد ما يبقى في احترام ولحد ما يبقى في التزام ولحد ما يبقى في قدوه. وانا ما بعفيش السيد عيسى حياته، معلش سامحني من المسؤوليه، لان عيسى حياته كاميروني، المنتخب ده محسوب عليه. ما يصحش، وهو نائب رئيس الفيفا ورئيس الفيفا الاتحاد. لا تنشغل يا سيدي بالمؤتمرات والاجتماعات والسفر وبلاتر وتنسى منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون اللي اتبهينا بيه في سنه 90 لسه ادريس بيفكرنا بلقطات امام بيكو وكان بيكو تاتا وروجيميلا وسونج ونكونو، اسامي تخض، اسامي كبيره وضعت لنفسها مكان يا جلال. ما نبقاش احنا كده في افريقيا ابدا، ودلوقتي مش عايز يركب الطياره ومستني لما الفلوس تيجي من الكاميرون. وصلت للاسوء، سيبك كل ده، انا مقبول بالنسبه لي، كل ده انا مقبول بالنسبه لي، لكن الاسوء هو انك توصل لمرهنه في الفيلم. اعتقد دي هتبقى المره الاولى كمان في تاريخ المونديال عمرنا ما سمعنا عنه.
Non, en plus, Sifouad, il a quelque chose de très important. C'est quand même, Abdel Cameroun, il est quand même président. Même tu as dit, pour moi, c'est Hayato quand même, le président. Je veux dire. Alors le Cameroun, quand même, il a des problèmes comme ça. Ça veut dire, en plus, c'est une mauvaise publicité pour l'Afrique. Parce que toujours la corruption, toujours le machakil. Franchement, les joueurs du Cameroun, ils ont besoin d'argent. Est-ce pour flous, franchement, moi je suis là au terrain, mais des flous. Ça c'est de la, du baratin, tu le français du baratin. Si c'est pas professionnel, mais j'ai attiré fier. Ou d'ailleurs Eto d'ailleurs les tiers droits les Eto normalement il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple. Le football maintenant au terrain, tel. Agna l'aïb fil alam le bikkal. Ce qui est dommage, c'est quand même la Coupe du Monde qui est là dimanche la Coupe du Monde. Non. Alors je me dis ailleurs. Dimanche la Coupe du Monde. Moi je trouve que c'est chaque fois tu vois le Cameroun marie joue chez Abou. Mais quand même, moi je trouve que le Cameroun, c'est pas un exemple. Le Hayatou, il faut mieux qu'il regarde un peu ce qu'il y a chez lui. C'est très important. C'est vraiment quelque chose de très important chez vous, chez les Indos. غيرنا باش نذكر المشاهدين الكرام ان يعني هذه القضيه التلاعب فيها تحقيق اللي تفتح لا من عند الفيفا ولا من عند الحكومه الكاميرونيه. دير شبيغل الصحيفه الالمانيه اللي معروفه بالمعقول ديالها يعني ما كتغرش بالنزاهه مليون في المية. يعني دير شبيغل دارت حوار مع واحد لو باغيو واحد السيد اللي كيلعب يعني القمار الرهانات رهانات خصوصا وقال انه قبل من المباراه اتصل بدير شبيغل قال لهم راه هذه المباراه غتنتهي الحصه النتيجه ديالها باربعه اهداف ديال الفرق وعيت طرد لاعب كاميروني في الشوط الاول وهو ما حصل. بالنسبه للجماهير الكاميرونيه فقد يعني تلقت هذا الخبر هذا بصدمه كان واحد صدمه كبيره لبعض منهم لا يستبعد يعني اقدام لاعبي المنتخب على التلاعب في المباريات بينما البعض الاخر استبعد بشكل كلي هذه الاتهامات. نستمع. Il n'y a aucun match qui a été truqué et personne n'a truqué le match. Parce que l'arbitre n'est pas allé dans les goals du gardien, prend le ballon, aller poser au pénalty. Non. Ce sont les joueurs qui ont joué. Et il est bien vrai, l'adversaire était plus fort que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entente dans notre équipe nationale. Je pourrais dire qu'il y a eu entente au niveau de la haute hiérarchie, ce qui signifie que ça commence par l'instance qui gère le football camerounais. Je pourrais dire partant du ministère des Sports à l'Africafoot. Donc tous ces dirigeants-là ont dû être impliqués. Maintenant, on revient aussi à l'encadrement de l'équipe même. Donc coach, préparateur physique et consorts, voire même certains joueurs, parce que quand on aligne des joueurs au stade, il y a des joueurs qui ont des consignes. Ils jouent en sachant que le match a été vendu, quoi. Si le match était réellement truqué, ça veut dire qu'il faut commencer par chercher au niveau de la FECAFOOT et au ministère des Sports. Dans le cas contraire, je ne pense pas qu'un joueur puisse avoir la possibilité de pouvoir vendre un match. إذن الجمهور الكاميروني يعني مستاء من هذه الأخبار اللي رافقت يعني هذه المشاركة الكاميرونية على العموم يعني من قبل ما يوصلوا وتم بعد ما مشوا وبقى متبعهم يعني المشاكل ديال المنتخب الكاميروني. بغيت غير نذكركم مشاهدينا الكرام يعني ببرنامج الدور الربع النهائي ولقاءات حاسمة وحاسمة جدا ومهمة. فرنسا ضد ألمانيا ثم البرازيل كولومبيا الأرجنتين بلجيكا وهولندا كوستاريكا. نذكركم مرة أخرى يوم الجمعة إن شاء الله فرنسا ضد ألمانيا والبرازيل كولومبيا ثم يوم الأحد يوم السبت إن شاء الله الأرجنتين بلجيكا وهولندا كوستاريكا. شكرا جزيلا لك ميري كريمو لبيتي الدعوة مرة أخرى ونتمنى أنك يعني دوستي معنا أوقات يعني شيقة. plaisir de connaître bien sûr c'est Mohamed de l'Égypte. Bon, c'est vrai, on le connaît. Et parmi bien sûr. C'est Fouad Ibn al-Balad. Ibn al-Balad, oui. C'est une vieille connaissance. شكرا إذا لزملاء فؤاد الحناوي ومحمد السباعي. انتهت حلقتنا اليوم من برنامجكم ساعة المونديال. لكم تحيات مخرج هذه الحصة الزميل إدريس السباع جميع الزملاء التقنيين معد فقرات ساعة المونديال اليوم عبد الله الجعفري. نلتقي يوم غد في عدد جديد من ساعة المونديال. إلى اللقاء.